أصدقائي، في الآونة الأخيرة انتشرت أخبار مثيرة تقول إن الأرض حصلت على قمر ثان. وهذا ليس بالأمر الهزلي. نعم، الأرض الآن تمتلك قمراً ثانياً، ولكن هذا القمر ليس مثل قمرنا المعروف، بل يطلق عليه ميني مون أو القمر الصغير. للتوضيح، عندما تكونت الأرض قبل حوالي 4.5 مليار سنة كانت كوكباً بلا قمر، لكن بعد ملايين السنين اصطدم بها كوكب بحجم المريخ، ونتج عن هذا الاصطدام سحابة من الغبار تجمعت حول الأرض وشكلت قمرنا الوحيد. ولكن في السنوات الأخيرة ظهرت تقارير تشير إلى أن الأرض قد اكتسبت قمراً ثانياً، وقد تداولت وسائل الإعلام المختلفة من الهندية مثل NDTV إلى مواقع عالمية مثل space.com هذه الأخبار. لكن إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا نراه في السماء؟ وأين هذا القمر الجديد؟ وهل سيبقى معنا دائماً؟ في التاريخ القديم، وتحديداً في بعض الروايات الرومانية، نجد أن الرومان أبلغوا عن رؤية قمرين في السماء. أشهر هذه الأحداث كانت عام 217 قبل الميلاد، عندما كانوا يحاربون جيش هانيبال في معركة بحيرة راسمانيا. شاهد الجنود الرومان قمرين في السماء، واعتقدوا أن هذا نذير شؤم، وهو ما حدث بالفعل حيث خسروا المعركة. منذ ذلك الوقت دارت العديد من الأسئلة حول هذا الحدث. هل كان هناك تلاعب في السماء؟ أم كانت خدعة من هانيبال؟ الآن دعونا نوضح، ما هو القمر؟ القمر هو أي جسم يدور في مدار حول كوكب. على سبيل المثال، قمرنا يدور حول الأرض، وقمر أوروبا يدور حول كوكب المشتري. هذا يعني أن أي جسم يدور حول كوكب يمكن أن يعتبر قمراً، سواء كان ذلك الجسم قد تم التقاطه من الفضاء الخارجي أو كان جزءاً طبيعياً من الكوكب. بسبب هذا التعريف البسيط للقمر، قام الفيزيائي الدنماركي الشهير هيلج كروج بنشر بحث في عام 2009 في بعنوان القمر الثاني للأرض. في هذا البحث تحدث عن تاريخ هذه الفكرة والتقدم الذي تحقق حتى ذلك الوقت، وقد ذكر مقال نشر في نيويورك تايمز في 26 من يونيو 1909 عن اكتشاف قمر ثاني للأرض، لكن هذه الادعاءات كانت خاطئة. وعلى مر التاريخ قدمت عدة نماذج حاسوبية إشارات إلى أنه في فترة مبكرة من تاريخ الأرض كان هناك جسم يدور حولها إلى جانب القمر الحالي، لكن هذا الجسم اصطدم بالقمر ودمر واختفى حطامه. والآن حان الوقت للإجابة على السؤال الكبير، هل الأرض حقاً تمتلك قمراً ثانياً؟ الجواب هو نعم، لكن هذه الحقيقة مؤقتة وستستمر حتى 25 من نوفمبر فقط. القمر الثاني الحالي هو كويكب صغير بحجم 10 أمتار، وقد تم اكتشافه في 7 من أغسطس عام 2024 بواسطة مرصد هالياكالا التابع لناسا. ينتمي هذا الكويكب إلى حزام الكويكبات أرجونا القريب من الأرض، ويتميز هذا الحزام بوجود كويكبات تتحرك تحت تأثير جاذبية الشمس بشكل مشابه لجاذبية الأرض، وهذا ما جعل الكويكب يدخل مدار الأرض. عندما اقترب الكويكب من الأرض في 29 من سبتمبر عام 2024 لم يكن سريعاً بما يكفي للهروب من جاذبية الأرض، فتم التقاطه وأصبح يدور حولها كقمر ثان، ولكنه سيكمل دورة واحدة فقط حول الأرض قبل أن يستخدم سرعته للهروب من جاذبيتها في 25 من نوفمبر عام 2024. هذه الأحداث نادرة، ومن المتوقع أن يحدث موقف مشابه مرة أخرى في عام 2055 بعد 31 عاماً. لكن قد تتساءلون لماذا لم نرى هذا القمر في السماء؟ السبب بسيط، حجمه صغير جداً، فقط 10 أمتار، وهو مصنوع من مواد غير عاكسة، مما يجعله غير مرئي بالعين المجردة. حتى باستخدام التلسكوبات العادية سيكون من الصعب رؤيته، فقط المعدات المتخصصة في المراصد العلمية يمكنها رصده. لكن ربما تتساءلون، هل هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها كويكب مدار الأرض؟ بالطبع لا، على مر التاريخ تم تسجيل عدة كويكبات تم التقاطها مؤقتاً بواسطة جاذبية الأرض، من بينها 2006 RH10 الذي دار حول الأرض لمدة عام من 2006 إلى 2007، و2020 CD3 الذي استمر من 2017 إلى 2020. ومع ذلك لا تبقى هذه الأجسام في مدار الأرض لفترات طويلة، أغلبها يدور لعدة أشهر فقط قبل أن يهرب.
هذه الحالات تجعل من الصعب تخيل أن الأرض ستحصل على قمر دائم آخر إلى جانب قمرنا الحالي. في النهاية، إذا كان لديك أي تعليق حول هذه الأخبار أو إذا سمعت عن القمر الثاني، فلا تتردد في مشاركتنا في قسم التعليقات. وإذا أعجبك الفيديو، فلا تنسى الإعجاب به ومشاركته مع أصدقائك. وإذا كنت جديداً هنا، فاشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات لمتابعة المزيد من الفيديوهات المشوقة. أراكم في الحلقة القادمة.